بداية دعني أقول أن المؤتمر الوطني الذي يعد له سلامة هو في حقيقة الأمر المرحلة الثانية في الخطة التي وضعها وقدمها للأمم المتحدة. فهو المرحلة الثانية معنية بماذا؟ معنية بثلاث نقاط، وهي مسألة تسمية أشخاص الذين سيتولون المناصب التنفيذية دون أن يتكلم ما هي المناصب التنفيذية. وفي هذه الحالة أعتقد أنها ستشمل مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، النائب العام، أسماء الأعضاء الحكومة، أيضا ستشمل الكثير بهذه الأسماء. نعني بطرحها ليس اللجنة التي مجتمعة الآن في تونس، ولكن هذا المؤتمر الذي سيضم كل الأطراف، أو كما تكلم عليها غسان سلامة المهمشة، أي أنها جميع الأطراف تحت رعاية الأمين العام مباشرة. هذه وظيفة من وظائف هذا المؤتمر. الوظيفة الثانية من وظائف هذا المؤتمر وهي الاتفاق على تعديلات في الدستور حتى يمضي مسألة الدستور القدم ونصل إلى انتخابات رئيس وبرلمان من خلال الدستور. هذه الملاحظات المؤتمر التي سيتم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر ستقدم إلى هيئة الستين أو هيئة صياغة الدستور. النقطة الثالثة وهي كما يقولون هي مربط الفرس في هذا المؤتمر، وهي استنباط أو أخذ آراء الليبيين حول مسألة الانتخابات. وهذا ما صرح به وأكده كنا تكلمنا عليه في مرحلة سابقة، ثم أكده غسان سلامة في مؤتمره الأخير. لماذا؟ لأن الآن لا يوجد سلطة في ليبيا قائمة، جميع السلطات مشتتة. إذا سيكون هذا المؤتمر تحت رعاية الأمين العام. إذا أقر ثنتين عن حضور لهذا المؤتمر بمسألة الانتخابات، سيذهب الانتخابات لضمانة أن تكون النتائج الانتخابات مقبولة، لأن نحن نعرف الضعف على الانتخابات. فكان سيتجاوز مليون الذين شاركوا في انتخابات البرلمان. فمن ثم كان هذا المؤتمر بحيث أنه يضمن أن تكون نتائج الانتخابات مقبولة وأن يكون هناك إقبال على الانتخابات. إذا هذا المؤتمر ثلاث أشياء من المفترض أن يصل إليها من إطار خطة غسان سلامة. دكتور